السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم خوتي، إن شاء الله تكونوا بخير صحة لباس. هنايا رانا بالضبط في بسكرة، في المرشي ده بسكرة، رانا عند محل دوبارات الخيالة. راح نديكم الوصفة اللي تضلوا دائما دوموندو فيها، هي الدوبارة. وأنا ما حبيتش دائما نديرها، قلت نديرها مع وليد بلادها يعني اللي يخدمها دائما. راح نديروها بإذن الله من البداية حتى النهاية إن شاء الله. بسم الله. اول حاجه رانا بدينا بالفول، الفول او يطيب لنا يا هنا الفول واش فيه كامل. حاجه الاولى تاعو قبل ما يطيب بيطيب يتشمى والله احنا نبيتو 24 ساعه صح 24 ساعه انا يتشمى الفول 24 ساعه. واسكو كاين نوعيه لازم يعيش كيما يقولوا يحوسوا عليها اللون تاعو ولا سي نورمال؟ سي نورمال كيما نقولوا الزريعه لا كاليتي لا كاليبر. لازم حاجه خشينه، لازم تكون الفول خشين شويه فوالا وطيب. واللون تاعو، اللون تاعو قبل ما يبدا زعما طياب كاع اللون ما يهمش، اللون ما عندناش مشكل، ماشي مشكل يكون شويه اخضر شويه اصفر مارون، مش مشكل مش مشكل. احنا المهم في الطياب، المهم في الطياب زريعه طيابه وراكي لي بيريود شويه خشين حاجه نظيفه خلاص. ومن بعدك ديروه في الماء يتشمخ وحده ولا بيكربونات الاول مع الاول؟ في البدايه غير بالماء سهل، ماء وحده ماء وحده ونبيتو 24 ساعه من غدوة من ذاك شعل عليه النار وتخليه يغلي. ودرجة الحرارة تكون ناقصة شوية، ما تكونش طالعة بزاف، شوية قوية، شوية تكون طالعة درجة شوية فوق المتوسط باش ما يغلي برك فوالا، ما يغليش فورسي شغل يطيب سي نورمال. مع يبدا يغلي يغلي نقص له النار ستابيليزي على حسب الغليان، على حسب صح. واش فيه كامل هنا الماء الفول واش لحد الآن؟ حتى الآن غير ما فول فيه الفول والماء البيكربونات مازال حنا جايين الفول والماء. الوقت اللي يبدا يهز الغلية تاعو صح، دوكا كي يبدا يغلي يدير له ساشي تاع خميره. هذه اول ساشي تاع الخميره، من بعد راه يتبع حسب الزريعه اللي عندك. طيابه مليح ما تستعملش الخميره بزاف، باكي كومبلي تما برسك ربع ساعه نديرو له ساشي صح. هذه كونسومي نديرو له ساشي حتى يطيب، حتى يطيب تقريبا شي ضربه واحده فوالا تبعو بشويه. تما دير ساشي وترميه خليه يطيب ربع ساعه، ما طابش 20 دقيقة تعاود تزيد له ساشي، تزيد له حتى يطيب. صديق قلت له الزريعة قادر تاخذ لك ربع ساكات، خمس ساكات، ست ساكات، ساشيات. تسمى الخميرة وراه يطيب، ومن ذاك يطلع له شنو هذيك من الفوقات نحيها. ما الفول ما نحولوش. لا لا هذيك الفوقانية. الفول ما نحولوش. ما نحولوش. هذيك الخميرة يطيب بها، الفول ما نحولوش. الحميصة نحولها. الحميصة حاجة أخرى. دوكا نروحوا نشوفوا الحميصة معنا. كان نبداو نجو الحميصه، الحميصه كيف كيف؟ الحميصه تقريبا تشمخ 24 ساعة. 24 ساعة. نعم. 24 ساعة. الحميصة لازمتها الكربونات. البيكربونات ما كانش منها، من الفول فيها الخميرة. الفول وهذه فيها البيكربونات. هذه فيها الخميرة ولا ما فيهاش الخميرة؟ أيوا تسمى بيكربونات في الحميصة والخميرة في الفول. هذا كيما الفول يبات 24 ساعة غير بالماء. حميصة وماء. مع الأول الحميصة والماء كي يبدا يطيب؟ تشعل عليه النار تبدلوا له الماء القديم، الماء القديم ترموه تاع تشمخ. هذه هي دي باش كاين اللي يحبوا ديطاي الماء القديم اللي تشمخ ترميه تشلل المليح الحميصه تعاود ماء جديد. ماء جديد قبل ما وحنا كيما راكم تشوفوا راه يتغلى كيما قلت لكم، قاش ما تتغلى ينقصوا النار، ما تبداش طيب شغل فورسي شغل زعما طيب بالخف، النار تبدا تغلي ينقص الماء. دوكا راه يطيب بيكربونات شحال مازال؟ ايوا البيكربونات سي بون درنا لها درت لها بيكربونات قبل ما تشعل عليها النار دير لها الكربونات صح. هذه هي ماشي كما الاخرى، هذه قبل ما تشعل دير بيكربونات دير لي كربونات وتعس تزيد لها هذاك ولا ما تزيدهاش؟ كيف نو خطره واحده برك اي والله خطره واحده. تسمى مثلا انتم واحد ديروا كيلو ديروا بالك مغرفه تاع قهوه وترموها تخلوها طريه حسب لا كونتيتي اللي عندك، على حسب لا كونتيتي اللي عندك. نقولوا كيلو شحال يديروا لواحد مغرفه تاع قهوه بيكربونات؟ كيلو يديروا له مغرفه تاع قهوه. انتم كيلو شحال ديروا؟ حنا نديروا المغرفه تاع الماكله. مغرفه تاع الماكله في شحال؟ تاع الماكله حسب الكيله 10 كيلو زعما شحال؟ كيما هذه 10 كيلو 10 كيلو تجيك واحد ثلث مغرف تاع الماكله. ثلث مغرف تاع الماكله هذيك تسمى مغرفه تاع قهوه في كيلو. ايه هكذا راه يطيب النار هذه حتى يطيب، تدخلها طيب وراك دائما تنحي لها الفوقانيه هذه. الحميصه سيستم هذه الكشكوشه البيضاء هذه. هذه تطلع الاولى. الرغوه هذيك تطلع الاولى تنحوها. ايوه لازم تنحيها. تطلع الدوزيام بعد 10 دقائق. تعاود تطلع الدوزيام تنحيها وتنقص عليه النار. والله. تما شوفوا غير تبدا تغلي، هاي تطلع هذيك الرغوه تنحوها كامل. تخلوها دير رغوه الدوزيام، تنحوها وتنقصوا النار تخلوها تكمل طيبها. تنقص النار
ما دي هي وراه يطيب وتغلق عليها وخليها هذه هي روح لعب سلة دوخة بركاتة ومعطيش هاي لك هاي تنحط فروبه وتترح سيبو تحطها في البياد المليان ايه عمرها بعد شان عمرها المباد المباد وراء السيبير عليك عمرها شان خضر هاي يا ساح كم تريح كومبليت ممكن منو نارو السيبس فلفل العربي كان الأحمر هذا حار ايه ما تفور وما بش علش يتفور شي يطرع يقول لي طريب والله هاي والله هاي فهمتك هذا نفضل كنجو نخدموش والهريسة تاحا عندنا هنا الحار الحمر الصغير هذاك مرحي هاويك تعال قبيل هذاك نديرو له هنا ثوم مرحي عادي مقشر ومرحي هنا راح نديرو تتبيلة الخاصة تاع الدبارة وش فيها كامل؟ فيها العقاقير ريزيبيز فيها الفلفل الكحل فيها الكروية فيها الكمون فيها حبة حلاوة فيها البابريكا فلفل الأحمر هذاك فلفل الأحمر والملح والملح نورمال بسم الله بركة الماء عادي هكذا نرمال وتخلق هاي صح تعدو بركة من راه هنا الحكمة راهي هنا نديرو لها الهريسة وكان انا نخلطو فيها ندير لها الماء شوية حتى يحصل على القوام اللازم هكذا هاي لي كلاصوص واجده تاع الحاره هذه شويه غارنيتير شويه غارنيتير من الفوق حشيش هذه توم ياك شويه توم من الفوق ثاني هذه فيها الماء ما غاديش تعرف برا هذه ما تقصر انا هذه هكذا ما شفناش اللي طاطي على الماء باش احنا صغيرين عندنا والماء تاعها لهنا يخليها في الماء باش ما تنشف ماشي لازم يقدموها مع الماء اللي حاب يدير معها الماء تاعها يدير اللي حاب يدير حميصه وحدها هنا شراي يدير والفول كيف كيف هما داك زيد لها غير شويه غارنيتير حشيش والحاره هذاك وهنا هاي اللي هذيك لاصوص يعني فيها الدرسه والهريسه هنا الحشيش هنا هذيك طوماطيش اللي محيه مع الحار من الفوق المرقد وهذه طوماطيش تاع البطاطا هذيك مع الماء مع الثوم والحشيش زيت زيتون والتوابل ودركا راح نديرو وحده مع الزيت كيفاش يخموها بسم الله راح نبداو كيفاش تشرب الدوبار تكل على ربي نقولوا نديرو وحده حاره ولا نديرو روح دير وحده ميلونج والحار ديرو حاره بزاف دقيقه شوف هنا يقدر واحد يقول له عطيني دوبل حار يدير له دوبلي فيه العفسه ليحة هذيك كيما حبيت يسير بها لكم انا ندير وحده يعني. زعما ميلونج روح ماشي حار بزاف مش حار بزاف وحده حار بزاف شويه بعدك زيت زيتون طماطيش هذيك البطاطا خللها مليح ايطاب الاولى دوكا يدير لها الحميصه زيد يخلط شويه ومن بعد الفول هكذا هنا يحب ياكل واحد الفول برك واحد الحميصه كيما حبيت دركا طوماطيش الحشيش والتوابل هادوك والمرقد وراه واجد شويه زيت زيتون هاي لي دوكا نجيو ندوقوها لازم نخلطها شويه خلط ايوا ويسر بها لك هكذا انت تخلطها مليح مرحبا تشوفوا بسم الله
ناهي بالك بارك الله فيك حسن ارحم والديك وكثر خيرك دوباره ونص وهاي لك الحال ودوك وطلع النهار اذا بتشوفوا عليه دوباره خيالي عنده هوبا دوباره ونص ولا عجبتني شوفوا كليت هنا ثاني من هذه اللي عجبتني بزاف على بيع بنخدم لكم هنا وهاي لك هنا كيفاش الدعوه دايره شنو المارشي كوفر هذا البسيط راه مارشي كوفر هاي لك خضره كاين كلش صحيت ربي يعاونك هذه هي وصحتكم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وان شاء الله لي فيديو واحد اخرين كيما هذا باذن الله.